السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكن جمال حركاز لاعب فريق الرجاء الرياضي أخيرا من تسلم جواز سفره الجديد بعدما تخلف عن مرافقة فريقه إلى مصر بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، والذي حال دون سفره إلى القاهرة. وأوضحت مصادر من داخل مركب الوزيس أن الطاقم التقني للفريق الأخضر فوجئ بمشكل في جواز سفر المدافع الرجاوي، الأمر الذي حال دون مرافقته لزملائه من أجل السفر إلى مصر للمشاركة في المباراة أمام فريق الأهلي المصري برسم ذهاب ربع نهائي دوري عصبة الأبطال. ويعتبر هذا ثاني مشكل يقع فيه المكتب المسير للفريق بعد مشكل عمر العرجون الذي فوجئ بنفاد جواز سفره ما حال دون سفره رفقة النزول الخضر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق أمازولو الجنوب إفريقي برسم الجولة الخامسة من دوري مجموعة دوري عصبة الأبطال.